بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه اللقمه الهنيه. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض اسهل واسرع طريقه لعمل صينيه السمك بالبطاطس. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده هنعمل صينيه السمك بالبطاطس. هنحتاج لها سمك فيليه حوالي نص كيلو. نخلي بالنا انه ما يكونش فيه اي شوك، لو فيه اي شوك بنشيله. معانا ثوم، ملح، كمون وكزبرة وكاري وشوية ليمون، عصير ليمون. هنبتدي التتبيلة دي كلها نحطها على السمك. ادي الثوم المفروم والملح والكاري والكزبرة والكمون. ندعك بيها كويس قوي السمك زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي كل حتة في السمك نتبلها كويس ونحط عصير الليمون. لو ما عندناش ليمون يبقى شوية خل صغيرين مش كتير. نتبل كويس السمك. السمك مش بيحتاج انه يقعد في التتبيلة كتير، ممكن نشتغل فيه على طول، نسيبه ربع ساعة 10 دقايق زي ما احنا عايزين. هنبتدي بقى نعمل الصينية. عندنا هنا بصل حلقات وبطاطس وطماطم علشان الوش وشوية زيت وشوية مية. بنبتدي نفك كده حلقات البصل زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي ناخد من التتبيلة اللي احنا تبلنا بيها السمك ونحطها على البصل، حلقات البصل كده، وندعكها كويس. ده بيعزز الطعم ويخلي طعم حلو. يعني هنبتدي بقى نرص البطاطس الاول، لان السمك احنا عارفين ما بياخدش وقت في السوى، يعني يمكن البطاطس بتاخد وقت اطول من السمك. فبنحط البطاطس الاول نرصها كده، وما تكونش متقطعه تخين برضو، يعني تكون متوسطه. ونبتدي نرص بقى قطع الفيليه. ده فيليه وقار، نحطه كده على البطاطس. نبتدي نرص الطماطم على الوش، بتدي لون وطعم حلو برضو لما تتحمر. وبعدين هنضيف الزيت، زي ما احنا شايفين كده على الوش، ونحط المية مش كتير بس على اساس انها تسوي البطاطس. وطبعا المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف زي ما احنا شايفين كده. ودي شكلها بعد ما خرجت من الفرن، اخدت حوالي 30 دقيقة. وبالهنا والشفا.